أعلنت الاستخبارات العراقية إحباط ما قالت إنها أكبر عملية إرهابية ومخططة لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم داعش في العراق. من جانبه قال مصدر عسكري إن القوات تمكنت من قتل الإرهابي المسؤول عن قتل عشرات الأبرياء من أبناء مدينتي الموصل وتلعفر، مضيفا أن العملية تم تنفيذها بإسناد من استخبارات الفرقة 15 للجيش العراقي وعمليات الحشد الشعبي في نينوى.